السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا مزيان. اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو قصير اللي بغيت ننصحكم به من ناحيه واحد الموطو اللي هو النيترو ايروكس، واحد بلاصه ضروريه خاصك تعرفها قبل ما تشريها او لا قبل ما تصيد. بمعنى انه كاينه واحد بلاصه في الايروكس انا غنوريها لكم دابا، مطعم واحد تقريبا كنعرفو تصيد في الايروكس. هو موطور زوين، ولكن خاصكم تعرفوا واحد الحاجه قبل ما تشريه، لانه بلاصه الارقام، واش كتعرف بان الموطور الكادر ديالو ولا لا؟ باش كتعرفها بهاد البواطه اللي كاينه هنايا، نحيدوه بحال هكا كتلقى واحد الارقام هنايا. دوك النوامر ما خاصهمش يكونوا محيين او لا ما كاينينش، هذا يعني الا ما كانوش او لا كانوا محيين كيعني انه الكادر ماشي ديال الموطور، ديال شي موطور اخر ومركبين نوض الايروكس مثلا. باش تعرفوا انه ريقل، فاش كتقلب ديك البلاصه كتلقى واحد النوامر مثلا فحال 1 2 3 4 5، هذا غير مثال. ديك 1 2 3 4 5 فاش كتقلب وكتبان لك مكتوبه نيت، خاصك تمشي تقلب تقارنها مع لاكارت غريز. خاص هاد النوامر يكونوا كاينين في لاكارت غريز، الا كانوا عرف بانه الكادر راه ديال الموطو ريقل ما فيه حتى شي مشكل. الا كانوا محيين او لا ما كاينينش، دونك غادي تشك بانه الكادر راه ماشي ديال الموطو. بعض المرات كتلقاهم ما باينينش، انت كيفاش غادي دير باش توضحهم؟ غادي تشد الطباشير ودوز على دوك الارقام. فاش غتشد الطباشير ودوز على الارقام غادي يبان لك بوضوح ديك الساعه. كنظن في الايروكس في التقلاب ديالو هذه هي الحاجه الوحيده اللي كيركز عليها بنادم، لانه الماطر الصغار لا بليبار ما كيكونوش فيهم المشاكل بزاف. المشاكل كيكونوا في الماطر الكبار بحال الاس اش ولا كارت غريز ديالها والكادر ديالها واش مقسم ولا لا. الماطر الصغار ما كيكونوش فيهم المشاكل بزاف. المهم تكون هذه نهاية الفيديو، كنتمنى نكون خفيف عليكم وما طولتش عليكم بزاف.